فخلاص فتحت حساب، رحت فتحت حساب في الشركه ومضيت عقد التداول، العقد اللي بيبقى بيني وبين شركه السمسره ان انا بضمان او بمجرد اوكل شركه السمسره ان هي تكون وكيل ليا، تحط لي الاوردرات بتاعتي او تدير لي عمليه الاستثمار بتاعتي على سيستم البورصه اللي هو سيستم التداول. وابتديت احط الاوردرات بتاعتي، وبيبقى في من الناحيه الثانيه كمان حد بيبيع وانا بشتري، وتبتدي عمليه التسويه اللي بتقوم بيها مصر المحطه، وتبتدي بعد كده عمليه نقل الملكيات ما بين الاسهم وبين الكاش، اداره عمليه التسويات اللي بتتم ما بين مصر المحطه وبين الشركات، وفاينالي في الاخر بيبقى عندي محفظه. اولا زي ما كلنا عارفين ان الفاندمنتال اناليسيس هو بيتراي تو ميك ايفالويشن فور انترنسيك فاليو اوف ا ستوك، او يعني اي فاينانشال انسترومنت. الفاليويشن موديلنج او الفاندمنتال اناليسيس بيديني انيشال انديكيتور او جايد لاينز دي ان انا اوصل للفير فاليو للاسهم، هو ده الكور بتاع الفاندمنتال اناليسيس. فاحنا يوم الاربعاء ان شاء الله هندي شهادات لكل اللي هيكونوا مساكنين معانا وهيحضروا معانا، هتبعت لي لسته الاسماء، هنعمل لكم شهادات الناس اللي حضرت معانا. في نفس الوقت هنعلن عن مسابقه، المسابقه دي انا يعني مبدئيا هو الجائزه فيها 50,000 جنيه. اللي احنا هنعمله في المسابقه دي هيبقى عندنا زي سيميليتور او نظام محاكاه، ده موجود اوريدي موجود عندنا في الشركه، هنقدر ان احنا نطبق عليه الجزء النظري اللي احنا اتعلمناه، ونبتدي نشوف ازاي احنا استفدنا من اللي احنا اتعلمناه. وفي نفس الوقت احنا هتتيح لنا فرصه نشوف لو في حد مميز في مجال التداول قدر ان هو يستفيد بشكل كبير، هنقدر نفتح له المجال باذن الله ان هو يجي في الصيف، ان هو يجي يتدرب عندنا في الشركه، ويبقى احنا كمان استفدنا. We'll be right back.